بس عشان فكرة انه اختار الفلوس، هي الجماهير زعلت انه طول الوقت كان بيتكلم على انه ابن النادي وانه مش ممكن يلعب في مصر غير الاهلي. فكرة الخيانة، يعني انا اقبل منك انك انت تكون، وانا اسف ان انا بقول لفظ خيانة، بس انا شايف يعني في تقديري انك انت تعلن طول الوقت حاجة معينة وتعبر عن وتكلم جماهير عريضة زي جماهير النادي الاهلي بحاجة معينة، وتيجي في لحظة معينة تغير الكلام ده 180 درجة. هو ده اللي الجماهير ما قبلتوش. رمضان لو كان احترف بره مصر ما اعتقدش انه في حد من جمهور النادي الاهلي كان هيزعل منه ولا كان هينساه. رجع النادي الاهلي او ما رجعش النادي الاهلي، لكن هي الفكره هو تبدل او تغير المواقف ايا كان سببه او ايا كان حساباته، ده قراره هو ومحدش تاني ممكن يلومه عليه. لكن هي الفكره انا بكلم من وجهه نظر الجمهور، الناس اتضايقت من فكره انك في حته خيانه، في حته وجع، في حته الم ما كانش المفروض انها تحصل من لاعب زي رمضان صبحي. بأي حال من الاحوال الخيانه بتتحسب اكتر على اللعب بالعاطفه. لو كان تفكير سليم موازي للي هو بيعمله مفيش مشكله، لو قال من الاول انا هعترف ومش هكمل في النادي الاهلي عادي، انما تلعب على حته العاطفه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي كبيره جدا. سبقوا فيها عبد الله السعيد، بس الميزه في عبد الله انه ما طلعش اتكلم بعد ما حصل. للاسف رمضان طلع اتكلم وعمل حاجات بايخه يعني ما تصحش. ممكن نقول لسه يعني عيل صغير ولسه لما يكبر ان شاء الله كلامه هيتقل شويه او اتزانه هيتقل شويه. القصه ان انا ابن النادي، هو في حاجه في يعني جمله كده الصيت او مثلا بيقولوا الصيت ولا الغنى. طيب تقول لي ليه انا هاكل صيت ولا انا هشرب صيت؟ واحد بياخد مثلا سي مثلا 10 جنيه هيعيش ب5 جنيه وهيحوش 5 ورايح ياخد في حته تانية 30 جنيه. طب فين الغنى؟ ده انا هعيش بال5 وهيبقى لي 5 والناس هتديني محبه بأزيد من 30 جنيه اللي انا خدتهم الزياده دول. أيوة. خلي بالك في الاول وفي الاخر كلنا بنتنسي. يعني لو جيت في لعيبه كبيره جدا 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 في انديه ثانيه ما حدش يعرف عنها حاجه دلوقتي. يعني مثلا في لعيب كان في بلديه المحله اسمه احمد فاروق، من احرف اللعيبه اللي انا شفتها في حياتي. عبد الستار صبري في وقت من الاوقات رونالدو كان بيقول انا نفسي ابقى زي عبد الستار صبري. هو واحد من احرف اللعيبه اللي جت في مصر واللي انا شفتها مصر على مر التاريخ. ومحدش هيجي زي عبد الستار في الترقيص مثلا. ماشي؟ واللعيبه دي مش موجوده دلوقتي. في لعيبه في كل نادي في مصر هتلاقي ياسر الكناني ده في المنصوره كان حاجه يعني الله يرحمه كابتن عز الرجال في المنصوره كان حاجه كبيره جدا، لما مات ما كانش معاه حاجه. الا اللعيبه بتاعت الاهلي والزمالك. انا طبعا بقرن ده بده لان في هو في فرق كبير في العدد، ولكن هو في الاول وفي الاخر مسموح بيه. في النادي الاهلي لحد ما تموت الناس فاكراك، لحد ما كل ما تمشي في الشارع الناس عايزه تتصور معاك، كل ما تروح في حته الناس عايزه تعمل معاك اي واجب عشان انت بس من ريحه النادي الاهلي. تاني عشان انت من ريحه النادي الاهلي. فانت لما تروح حته تانيه توقع ان اللي عايز يشيلك على راسه عشان انت من ريحه النادي الاهلي هيضطر غصب عنه. مش هيعمل فيك حاجه وحشه، ولكن زي ما بيقول كده المثل هيطنشك، هيكرفك، هيبعد عنك، مش هيبقى فيه تقدير في المعامله عكس النادي الاهلي. ده اللي انت بتاخده بقى، ده الصيت، ده الصيت اللي يوازي كل الغنى. صحيح. في النادي الاهلي الصيت يوازي كل الغنى. صحيح. وعلى العموم عشان نفهم النقطه دي، نجوم كتير جدا سابوا النادي الاهلي لاسباب كتيره، منها الاحتراف الخارجي ومنها الاصابه ومنها الاعتزال، ورغم كده استمرت المسيره واستمر الاهلي في الحصول على البطوله. أعقب على نقطه مهمه جدا. اتفضل. في لعيبه كبيره جدا راحت انديه خصوم ورجعت للنادي الاهلي لانها عمرها ما غلطت في النادي الاهلي. ايوه. دي نقطه مهمه جدا. ايوه. حتى لو سبت النادي الاهلي لازم تشيل خير النادي الاهلي على راسك من فوق. عندك حق. خلينا نكمل كلامنا مع كابتن احمد فوزي ضيفنا في السادسه بعد فاصل.